الموضوع التاني اللي عايز اتكلم فيه رساله لاستديوهات الترندات والشو الاعلامي، وهم عارفين نفسهم. انا رايح للناس على هم عارفين، هم اي كلمه انا بقولها بياخدوها وبيقعدوا يتفرجوا عليها كده. ده حد قال لي، ما انا ما اعرفش والله، حد من اللي حواليهم يعني قال لك كابتن بيقعدوا يجيبوا البتاع كده ويقعدوا يشوفوا، يقول لك بص بيقول ايه وبيعمل ايه، وعارفين ان انا عندي حق تقريبا في على الاقل بنسبه كبيره جدا جدا في كل الكلام اللي انا بقوله، لانه اللي انتوا بتعملوه ده كلام غير منطقي. اللي بيحصل مع منتخب مصر ومن قبله النادي الاهلي، وانا ساعتها قلت لو حضراتكم تتذكروا، انا ساعتها قلت يا جماعه اللي بيحصل مع النادي الاهلي ده هيحصل بعد كده مع منتخب مصر، وهو بيحصل مع منتخب مصر. وانا عارف ان فتره التوقف الدولي بيكون فيها ما فيهاش شغل، فانت عايز تعمل اي مصلحه او اي شغلان او اي سبوبه، فلازم تعملوا مشاهدات عشان تكمل. فعشان كده انا عارف ان مفيش غير النادي الاهلي، ولكن صدقوني احنا قاعدين عندنا طقم اعداد او فريق اعداد كامل، استاذ محمود سعيد، الاستاذ عمر، الاستاذ حاتم، الاستاذ هشام محيسك، كلهم قاعدين بينتظروا ايه اللي بيحصل وبيقولوا لنا، وبنطلع نتكلم في كل حاجه. فانا عارف ان مفيش غير الاهلي خلال الفتره اللي جايه، اخبار الاهلي والشائعات اللي على النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وصفقات النادي الاهلي. انا هقول لحضراتكم نصيحه، معرفش انتوا عارفين ولا لا، هي نصيحه ومعلومه. حضراتكم عارفين ان يوم السبت اللي جاي، النهارده الاربعاء، خميس وجمعه، ويوم السبت اللي جاي، عارفين حضراتكم ان في بطوله اسمها بطوله الامم الافريقيه لكره القدم رقم 34 ومنتخب مصر هيشارك فيها؟ طب ركزوا في البطوله، ركزوا مع منتخب مصر، دعموا منتخب مصر، دعموا لعيبه منتخب مصر وشجعوهم، او تعملوا حاجه مفيده في الحياه. البطوله مدتها شهر، شهر. اتمنى ان يقف الجميع خلف منتخب مصر خلال هذه الفتره، اعملوا حاجه كويسه، او اعملوا شهر كويس من ال 12 شهر، اتكلموا بشكل ايجابي عن المنتخب اللي يستحق ان احنا كلنا نقف في ظهره خلال هذه الفتره بعد ما المسابقه تنتهي، وان شاء الله ربنا يكرمنا ومنتخبنا يفوز بهذه البطوله. ارجعوا اتكلموا على الاهلي وصفقات الاهلي وملايين الاهلي اللي بيدفعها والمش عارف ايه والكلام اللي حضراتكم كل يوم بتقولوه. ولو لا قدر الله منتخبنا حصل له اي اخفاق، طبعا هتسنوا السكاكين، ما مش عاده ومش غريبه، يعني مش غريبه عليكم، انتوا دايما عاملين كده. حتى لما النادي الاهلي بيفوز باي بطوله يقول لك اصل النادي الاهلي حظ، اصل كولر وحش، اصل امام عاشور، اصل كهربا، اصل قفشه، اصل حسين الشحات، اصل مش عارف مين، اي كلام في اي كلام وخلاص بيتقال. محتاجين ان احنا نركز مع منتخب مصر خلال هذه الفتره، لانها فتره مهمه جدا جدا جدا، وعندنا منتخب يستطيع ان يفوز ببطوله كاس الامم الافريقيه. مهم جدا ان احنا نقف في ظهر منتخبنا خلال هذه الفتره.